امبارح الريال اتهزم، ده عادي متوقعين انه ممكن يحصل، وعادي انه كده كده اصلا الدوري رايح مننا، سواء كان المركز الثالث او الرابع فمش مشكله، احنا ما هتفرقش معانا التصنيف بتاعنا لما تيجي تعمل القرعه بتاع دوري الابطال، حتى لو هنقع معانا استقال مش مشكله، احنا بنعرف نتحط دور المجموعات. بس المشكله في حاجه، ان في موقف حصل امبارح مع فينيسيوس، موقف يعني بيحصل مع اي لاعب محترف ويكون فعلا بيأدي ادواره حلوه قوي مع فريقه. الطبيعي بقى فين المشكله؟ طبعا العنصريه اللي حصلت في الملعب دي حاجه غلط، حاجه ما ينفعش ان هي تتعمل من الجماهير وبالذات من جماهير فالنسيا، ما ينفعش ان هي تتعمل. بس تعال نتكلم في العقل، الغلط فين؟ الجمهور، لا الجمهور كده كده بيهاجم، الجمهور كده كده اصلا يعني انت ما هتقدرش انك تتحكم في الشعوب، انت ما تقدرش تتحكم في شعوب الارض، فالطبيعي ان انت تعمل ايه؟ تكون على درايه كافيه انك انت ازاي تعرف تتعامل في المواقف اللي زي دي. فلما نيجي نتكلم في فينيسيوس، انت لاعب كان هيفصلك عن الكره الذهبيه، ان انت لو كنت اتخطيت السيتي وكنا خدنا دوري الابطال كانت الكره الذهبيه كده هتتقدم لك على طبق من ذهب. بس فين المشكله؟ المشكله بقى فيك، المشكله فيك انت ليه؟ المشكله فيك علشان انت ما بتعرفش ازاي تتعامل مع الامور اللي زي دي، محتاج توجيه. اه ده الغلط التاني بقى اللي موجود في عناصر الريال، الناس الثقيله اللي هي زي مودريتش وتوني كروس وكريم بنزيما والناس دي، الناس دي المفروض يفطموه ويفهموه ان في حاجه اسمها انك انت تتحمل وترد في الملعب. انت مش احسن من كريستيانو رونالدو، انت مش اشهر منه ولا اعلى منه، وعمرك ما وصلت للي هو وصله. كريستيانو كان بيتهاجم باشد من كده بألف مره، بس كان بيرد ازاي في الملعب؟ كان بيسمعهم بيقول لهم سمعوني سمعوني، كان بيرد في الملعب، لا كان بيهاتي ولا كان بيصرخ ولا كان اه انت حجم الضغط عليك شديد، لان الموضوع بقى بشكل عنصري، بقى بشكل مش لطيف، وشفنا ادائك في الملعب وشفنا البكاء بتاع يعني البكاء وانت بتبكي كان موقف مش حلو مش حلو. بس المفروض ان انت تتخطى الامر ده، تتخطى وانك انت ترد في الملعب، ان انت تعمل بص تعمل المستحيل، تخلي الموضوع يديك حاجه كده، بدل ما يديك حاجه سلبيه يديك طاقه ايجابيه، ان انت تفرم اي فريق قدامك. المفترض ان انت الفتره اللي جايه تبدا تطور من الحته دي، ان انت ما تسمعش لحد، ان انت ما تهتمش خالص 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 بصراخ الجمهور عليك ولا الكلام ده كله. انت لاعب فعلا من الطراز اللي هو بكره وبعد المستقبل بتاعك، انت ومبابي وهالاند، انتوا الثلاثه هتفضلوا تصارعوا زي زمان، زي كان كريستيانو ورونالدو وميسي ونيمار مثلا والناس دي. فانت خلاص انت عديت الليفل ده، فما تزعلش من اللي بيحصل، وحول بقى الموضوع من الطاقه السلبيه للطاقه الايجابيه، حاول ان انت تستفاد منه، تستفاد ان هم يشحنوك وانت تلعب في الملعب وترد عليهم في الملعب وتسكتهم كلهم، وده اهم حاجه.